السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معنا موك فلوغ جاب نور جازات. يو واتساب جايز، السلام عليكم، راكم فروك، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا اليوم مع عبد الرزاق، دخلوا عندو لاشين موك فلوغ والله من طرف عبد الرزاق. المهم ان شاء الله جينا لواحد القصبه هنا يشوفها بحال داكشي اللي عندهم في ورزازات. ايوا ان شاء الله الورزازات حتى هو يورينا المدينه ان شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم، بقاو معنا في الفلوغ يوتيوب. هذه هي الدخله ديال المدينه، الناس دابا ديال اللي ما عارفينهاش رايحين في الدسرقه، والناس اللي جايين من برا داك ديال ديروا لا مدينه في المغرب. المهم حنا وصلنا دخلنا لا مدينه، واحد المينوشه واحد المشيشه هي واحد الدينات هي كتشوفو. زيدو من 33 زيدو 33 داكشي بحال ديال الحبس، شفت الجلد هنا هو كيدير هاديك الشي ديال الجلد. هنا عاوتاني داكشي ديال لي طابلو، واش شبان في الشاشة؟ هنا لا تريد على السيد ما غاش يبان في سميتو لي طابلو لي عندو. خصاتكم شي حاجة زوينة، متعرفوش كيخدمو من هنا. غادي نكملو نكتاشفوها. نحط هادي نمسدود هادشي ديال المقرا. مو فلوغ كيصور ها هو هاد الساحة هادي كيفما كتشوفو. هنا كيديرو فيها العراسات بحال داكشي ديال الروماي، بحال قلتي كيديرو فيها هاداك المسرح كيديرو فيها العروض البلاصة. وهنا فين كانو كيبيتو الناس بحال داك اللعيبات لي كيكونو في رومانيا أو حطاس. المهم الناس اللي كاينين في كادير باجون كيفما قلت لكم لا مدينه هادي كادير كاين في اغروت بن سرقه. الناس اللي من خارج كادير باجون راه في جوجل مابس تعطيهم فين كاينه. والناس اللي باغيين يديروا شي شوتينغ راه هنايا مزيان، شي شوتينغ ناضي واعر. نكملو نوريكم البلاصة اللي كاينة الساحة ندير فيها عرسي. هادي ودا ودا عبد الصمد قلت لك هاد الساحة ندير فيها العرس ديالي. سمعتوه عبد الرزاق قال لكم من دابا هاد الساحة هادي راكم معروضين وما تجوش طوال، معروضين وما تجوش طوال. جي شي واحد طوال يجيب لي مانطا ولا شي حاجة، كاينش مانطا شي ستابليزاتور شي درون. يا الله العظيم اخويا واش انا جيب لي بنادم مانطا تا خاسر عليه 10000 درهم ديال الماكله ويجيب لك مانطا ب 200 درهم. واش ما يجيب لك ستابليزاتور العرس؟ دير بخير خير لكم على بس. مرحبا مرحبا الله يحفظك. تبدا تبان ولا ماشي مشكل هاني نسير كاين هاد السبيطار ديال الجلد هو خدام دابا. السماعة ديال الجلد
قديم في الحرفة ولا؟ قديمة قديم فيها. صحبي فعلي. ما يقدر مصرين شخص. إذا بدأ بس بعض. إيه بسمع بس بعض كل شيء. معنا كلام. والله يسعدك. الله يحفظك أستاذ ولا خلاص. المهم لا جيتوا لا مدينة دخلوا عند هذا السيد مرحبا معكم تمام مزيان ديال الناس ديال أكادير وخارج أكادير يلاه بصحتكم الله يحفظك أخويا هذا كما صحاب المقرة تاع ناس الدين ندخلوا على هذا البلاصة اللي قلت لكم الفناء تقدروا ديروا شي شوتينغ واعر تقدروا تدخلوا غير لجوجل ديروا لاميدينا دا قادر يطلعوا لكم تصاور ديال الشوتينغ تاعنا هنا عند الباب هذا ديال الخشب داك القديم قفولة ديال القدام هاهي واحد الحمامة زقلاتنا ترحيب ترحيب هنا هاد اللمبات هادو لا البلبة القدام لا ضربو شي جي مي ضربو غير ضرب اللاق الظلمة والخو والخلع هنا البلبان هنا نكملوا معنا الرحلة ديالنا لاكتشاف القصر الجميلة نعملو فلوق عاوتاني او ماي جاد وفينا با خونا دير الكمامة دير الكمامة دير الكمامة دير زق فقط العصافير وداكشي هما قدامنا العصافير سبحان الله ها اسكر لكم نديرو شي نشرب شي وحده من هذا اليوم ولكن نسيت المهم هنا فين كانوا فين ياكلوا الناس فهمتي ياك الناس سدينا تما فهمتي لعب الدراري الصغار هي كاين هاد المجسمات هادو هاد القصبة هادي تبنات من ورا مكان جا الزنزان فيا داير جا داك المهندس لي كان قاد أكادير في الفيلا الله قلتي جارنا أكادير في الفيلا والقطار تحت كانت حالة فقط كنشوف هاد الطابلة ديال الزنديش هادي شي شعبة ثانية شي شعبة هنا مينوشا جمعين نطلعو دابا الفوق انتير دي الدخول من الدخول الصح الوسط هي اللي رجع في المنطقة الناس كما رجع شيء انا اطلع كما رجعتها انا اتشف نجد جنفة تيوك من الناس الناس اللي يبرز غير من الناس اللي بغوا يتربع كسا جمع حبيب من الناس
صافي ضربت سيفرات المهم انا ضربت سيفرات هنايا ولا انستغرام هاد الخوف الانستغرام ديالي الانستغرام ديالي خشيت ها حتى ديال المغرب البلاصه اللي بغيت تصوري المهم الخوت الله فراسكم هنا يكون سال الفيديو ما تنساوش تدخلوا عند خويا عبد الصمد مو فلوغ لاشين ديالو ديروا لي ابوني وشي كومونتير وهذاك الله وليك الله فراسكم.